يا ساتر، صبرا دي كانت كابوس ونزاح، ولا زهدي بتاع الضرايب؟ يا وشه يقطع الخميره من البيت، وقال ايه بيستغفلني ويقول لي ابن لنا مبلغ الضرايب على حسابك. يا سلام، ايه ده؟ الميه السخنه عندك تحفه. وايه السخان ده يا جدع؟ شلال؟ ايه؟ في ايه؟ انت دخلت هنا ازاي؟ دخلت خلسه. انت بتستحمى عندي؟ اعمل ايه؟ الاوضه عندي ما فيهاش غير سرير ودولاب، هستحمى في الدولاب؟ وانا مالي؟ انا مالي؟ انت سرقت الماستر كارد. لا، انا استحاله اكون حرامي. انا استنيت البنت لما دخلت تنظف ورحت داخل وراها على طول. يا سلام، ودي بقى مش سرقه. اعمل ايه؟ الغايه تبرر الوسيله. وانت غايتك ايه بقى؟ انا غايتي ان انت تدفع فلوس الضرايب. ابوس ايدك ادفعها وخلصني. وانت يا سلام بتستنصح عليا وعامل نفسك فاقد الذاكره. قال يعني هسيبك؟ لا لا، ما انا عملت فاقد الذاكره عشان البوليس يقبض على صبره. طب هتدفع فلوس الضرايب؟ طب ما تزعلش ما تزعلش. بص، انا هقول لك على حاجه، انا هدفع الضرايب بس واحده واحده. اديني جاي. يعني ايه واحده واحده؟ حته حته، وانا هجمعهم مثلا. طب لما اتجوز هبقى ادفع لك. تتجوز ايه؟ البنت اللي انت كنت هتتجوزها البوليس قبض عليها. يعني هو مفيش عروسه غيرها؟ لا، والغريب بيتهموني انا في دمك. ما انت طلعت براءه يا عم اهو. بص، قدامك 24 ساعه ما يخسوش دقيقه تجيب لي الفلوس كلها في ظرف ابيض كبير كده، وانا هجيب معايا خمسه عشان نشيل الظرف الابيض. ما انا مش هشيله لوحدي. ماشي ماشي، بعدين ان شاء الله. ودلوقتي انت اتكل على الله. مع السلامه. مع السلامه. عايز حاجه؟ لا ابدا. يا ريت لو حسبتين كرفس اكون شاكر. مش عايز عيش؟ لا لا، انا عامل دايت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تعالى هنا. دي اختي، اطلع بره. ما تسيبهاش. اطلع بره. هي يا سيدي دي بتشوي دوره ولا بتعمل ايه؟ دوره ايه يا بني ادم انت؟ دي عرافه بتعمل شاي على الفحم عشان تعمل مود. عرافه؟ ايه جو الشعوذه ده؟ شعوذه؟ شعوذه يا جاهل، ده اسمه تنشيط سياحي. يبقى اكيد دي فكرتك. لا خالص، دي فكره فريده. انا عن نفسي شايف انها شعوذه اهو. بس هي قالت لي واقنعتني بقى ان الجو الفاني ده بيعمل جذب للسياح، فتعاقدنا معاها سنه كامله قبل التجديد. ايه ده يا جماعه؟ انتوا تعاقدتوا مع بتاعه الدره دي لمده سنه؟ دي عرفها مش بتاعه الدره. تعاقدنا معاها سنه كامله قبل التجديد. طب ما تقولوا لي يا جماعه، انا قريبي بتاع بطاطا نجيبه يفرش. يا ابني احنا واقفين على الكوبري عشان تقولي بتاعه بطاطا. انت عايز ايه؟ عايز ايه؟ قبضوه الاول وبعد كده ابقى هاته. يا بني ادم، ما احنا جايبينها عشان خاطر نشتغل، فاحنا نقبض. لا بقول لك ايه، سي تغايزون. لا 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 لا، باشا سيب الكلام ده. لا لا لا، غوزو زيري على نفسك. لا بقول لك ايه، الزم حدودك. لا انت التزم حدودك، انا اكبر منك هنا في مكان. بانتالون فيزون. لا بلاش الموضوع ده، بقول لك الله. طب 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 كرواسون ساليزون. ايه اللي انت بتقوله ده؟ بالسرعه دهب. ما هو هبل بهبل بقى. الله، ثم انت سايبه هو جاي تمشي عليا انا؟ لا ما يطلعش منك الكلام ده برضو. عندك حق، انا المفروض ما انزلش مستواه. ثلاث ثواني، ثلاث ثواني وما لقكش في المكان. حاضر. مش انت، هو. اتفضل. الوازون. اتفضل. وانت؟ ايوه الوازون. حاضر. يعني امشي امشي انت كمان. لا يو اي بي بوف بوف بوف. اكسكيوز مي بليز. يا ان شاء الله بالدولار. هو ده. ثانك يو ثانك يو. ازيك يا فندم؟ ممكن كوزين؟ مس ادهم. مس ادهم ايه؟ مش كفايه الناس فاهمه ان انت بتشوي دورها؟ ومن ساعه ما جيتي مفيش غير الغلبله اللي انت قاعده بتلعبيها افلام. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ما تجننيش. الله، اعملي اي جو شعوذه. جو شعوذه يعني عفركوش ابن بردقوش، هكونه مطاطه، اي حاجه بس هاتي زباين. ايوه كده، اديني جو كده. هكا هوكا هيك، اي حاجه. هات ايدك. تعملي ايه بايدي؟ هات ايدك، انا مش هخطبك. هات ايدك. هتريلي الكف؟ هقرا لك النصيب. طيب بص، انا اول مره بصراحه اعمل الموضوع ده. بسم الله الرحمن الرحيم. غير. طب خليها كده والله عشان بغير بجد. اتفضلي يا فندم. معلش ارفعها اهو. انت هتنامي ولا ايه؟ شش. حاضر. خط العمر طويل. ربنا يطول عمري وعمرك. قولي امين. امين يعني هتبقى كركوب. بس كيوت. بس خط الحب قصير. ده بقى شيء اللي مجنني وخايف منه. بتحبها وهي مش حاسه بيك. عرفت منين الكلام ده كله؟ ده انت ولا سرير اللي ماسكه جي بي اس؟ لسه. ايه؟ ايه؟ جربت جربت تستوي بين يديك. بجد؟ هتجيك على رجليها. انت عرفت الكلام ده كله من هنا؟ قول امين. امين؟ هتفضل وراها لغايه ما تتجوزها. امتى؟ سوي هيك؟ لا انا كده بوقف ميكروباص. شش. حاضر اهو. واحد اثنين ثلاثة، دقيت الساعة بالليل. انت كده بتنيميني يا امي. شش. حاضر، خلصنا.
بعد خمس نقاط. بجد؟ يعني خمس أيام؟ خمس أيام، خمس أسابيع، خمس شهور، خمس سنين، ما بعرف. لا بس إيدك ركزي، ركزي كويس بس. خلاص خلاص شيلي. أمك ده عيالك وحتنولي اللي في بالك. ده أنت تكتبي أغاني يا ست البنات. بص عشان تبقى عارفة بقى. بص بقى علشان تبقى عارف. أيوة. فريدة خلاص رجع لك أوام. اللهم صل على النبي. خدي بقى دولت خلاص الله يبارك لك ويصلح لك حالك وحالي وان شاء الله اول واحده مدعوه في الفرح واشيل عيالك انا عاجبك قوي فقرات التكاتك يعني 300 جنيه ده مرتبي كله بقول لك ليه مس فارس فين مستر فارس مستر فارس بس انت عرفت منين مستر فارس عرفه عرفه يعني هتلاقيه كده بص واحد ماشي هيبه شكله زي القمر بيبرق كده هذا ده ايه وجه اه ايه ده مستر فارس يا ادهم ازاي؟ انت بتعمل ايه؟ بتشوي دوره؟ انت عارف انا ما اكلتش دوره من امتى؟ من الاعداد ايه؟ اشوي لي كوزين والنبي لا كوزين ايه؟ لا لا سوري ما شفتي بطحاني يا حبيب دي عرفها يا فندم عرفها ها؟ اقعد معايا كده يمكن نعرف الدنيا هتمشي ازاي يا ادهم ما صدقش في الحاجات دي يا عم جرب جرب احنا عايزين نورس ونخلص واحد بس واحد اجلس اتفضل سيبكم مع بعض يا فندم اتفضل 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 يا فندم اقعد بقى بسم الله الرحمن الرحيم هات ايدك ليه؟ عشان اخطبك يا ريت هات يدك يا اخوانا يا اخوانا حد يفتح لي انا سني كبير ومش بتاع الحركات دي الله انا عمال اخبط من الصبح والكل منفض لي ولا عشان الاونر بتاعك هو اللي حابسني تمام كده حلو قوي ماشي ماشي يا رجاله ايه ده؟ عرافة في الاوتيل؟ الله كمان زكريا وترك كف الفارس كل ده بيحصل وانا محجوز هنا حاضر يا فارس ورسول الله ماشي يا جماعة عيب انا عايز اخش الحمام اعطيني يدك عندك مشكلة كبيرة وكل ما مرق الوقت تزداد خطورة فعلا محتار بين قلبك وعقلك ايش تختار فلوسك ولا مشاعرك الله الله لا ده انت جامدة قوي بجد بقالك كتير تدور على اللي تحللك عقدتك وهي قدامك بس انت مش شايفها لا والله العظيم شايفه كويس انت انا بقدر الجمال قوي وتقدر تشتريها وتفرح بيها اشتريها اشتريها بايه اللي قلبك يقول لك عليه اول حرف من اسمها فاء واخر حرف من اسمها التاء المربوط فاء تاء مربوط فاء تاء فتاء فتاء هجي لي فتاء لا اول حرف فاء واخر حرف تاء مربوطه هتضل بحبك مربوط لا في حاجة مش مظبوطة لا أنا ما مش فاهم اشتريها ازاي يعني أقول لك اشتري حب وتفضل تخدم تحت رجليك لا استني بقى والله رزقك واسع خذي اللي أهم من فلوسك إنه تسمع كلامي عشان تعيش في ثبات ونبات وتخلف صبيان وبنات بصي انا يعني بقالي سنين بسمع الجمله دي وطول عمري ما فهمتهاش انت عارفه يعني ايه ثبات ونبات لا خلاص اشوي لنا ربع كفته مس فارس عادي ياه بسم الله ما شاء الله نايم نومه كانك نايم في البريزيدنشال سويت بتاعنا زي النومه اللي باذن الله هتنامها في السجن بسبب تيولك طب يلا يلا قوم نام في اوضتك ايه افراج خلاص خلاص بس حسك عينك تجيب لي سيره صبره دي وفيلم باب الحديد اللي كنت عامله لي ده لا لا خلاص مدام صبره مش عاجباك انا شفت لك عروسه تانية مين دي بقى ان شاء الله اللي كنت مديها ايديك ومسلمها نفسك يا دون جوان زينه هي اسمها زينه يبقى زينه 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 زين العرسان انت ايه يا جدع انت عاوز تجوزني عرافة وكمان غجرية ومالها العرافة دي زي فلقة القمر وهتخليك تورث لا
غير انها هتسليك بقى، تقرا لك الكف، تضرب لك الودع، تضربك بفظه في دماغك، تخلصت منك. انت عارف الحب يحب الاكشن. يظهر بقى ان انا اللي هعمل لك اكشن واحبسك في الاوضه دي شهرين. اقول لك ايه يا فارس، ما تطيرهاش زي العرايس اللي قبل كده، خلصنا بقى. خلاب ايه انت جعان صح؟ عرفت ازاي انا هفتان؟ حسيت بيك. تيجي نتعشى؟ نضرب بانيه. ماشي، هجيب لك لحمه وكبده وفراخ. لا 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 لا، لحمه وبتاع هتاخد اكلك في ترابيزه ثانيه. انا بانيه، صينيه بانيه، نضرب بانيه. على شغل. اسف استاذ، اسف. اكسكيوزي موا مادموزيل، ممكن تقري لي الكف وتوريني العروسه اللي هتجوزها؟ تبغاني اقرا لك الكف ولا ادخل لك النت؟ افوت الفيسبوك ده ولا الانستغرام ولا السوشيال ميديا بتاعتكم؟ ممكن تقري لي الكف وتوريني العروسه اللي انا هتجوزها؟ هويني. الو. لحظه لحظه. حلو كده ولا انا بهوي على نفسي ولا ايه؟ بقول لك هويني هويني، انقلع يعني انقلع. استغفر الله العظيم. ايه اللي حضرتك بتقوليه ده؟ عيب. امشي. انقلع ايه دي؟